السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف ما كنقول لكم دائما، مرحبا بكم في القناه اللي هي قناتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، فحال دائما ما كنساوش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا، ما كاين لا فلوك لا كوزينه لا شي حاجه. اليوم غنشارك معكم هذه المشتريات. يلا جبرتو قبيلات عاد وصلوني من شين فيديو هذا، اولا هاد المشتريات من شين جبرتوهم، يلا وصلوني قبيلاتي كيف ما قلت لكم. وهنايا عندي المشتريات ديال رمضان، المهم انني غادي نشاركو معكم. ما تنساوش البنات تخليو لي لايكات والتعليق المزيونه ديالكم بطبيعه الحال. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجي الفيديو، ضروري بارطاج. وهنا كيف ما شفتوا معايا رفتحوا البنات ديالي حيت كانوا خصهم يعرفوا شنو فيه. المهم والمقاس بحال دائما كيف ما كنقول لكم باش عاد نقطعوا البنات الحاجه. المهم هنايا غادي نبدا لكم، زيدوا نقطعوا ميكا باش يبان المكان كامل. المهم الفيديو هذا البنات ما نعمل فيه لا مونتاج لا حتى شي حاجه، كما هو غادي ننزلو حيت الصراحه الله كان ضرب تماره بزاف في المونتاج. وهنايا قلت غادي ننزلو ان شاء الله كما هو. هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نوري لكم المشتريات ديال رمضان، المشتريات اللي عادي. هنايا غادي نبدا لكم بهذه اليوميه هذه اولا كاليندريو، وهادوما كيجيو هنايا البنات، وهنايا الارقام اللي كيكون واحد في رمضان، جوج، ثلاثة، وانتم ماشيين موراها. وثاني كتعملوا 10 في المثال 16 حتى كنكملوا 30 يوم اولا 29 يوم كيما غيكون رمضان ان شاء الله. المهم البنات هادو الصراحه ضلك مزيونين عجبوني، الثمن ديالهم كان في الاول بثلاثه ديال الاورو شي حاجه، وما بقاوش يوقفوا يعني تسالاو لهم، ومن مورا عاوتاني نزلوهم باربعه ديال الاورو شي حاجه هايده. المهم سنقول لكم الاثمنه ديالهم في الاخر ديال الفيديو. كيجيو على تشكيل هادو الصراحه ضل عجبوني وكنصحكم بهم، خليهم هنايا. هو البنات الله يدخلنا علينا رمضان بالصحه وهنا ان شاء الله يا ربي الحبيب. هنايا عندي هنايا الكريستال ديال التليفون باش ما يتهرشش، الجاجه ديال برودكتو كيف ما شفتوا معايا كيجيو واقيلا هنا ثلاثه، كيجيو هما وهاد المهم هادي اللي كيمسحوا بها الجاجه عاد كتركب. نو هنايا الله جوج البنات، ها هما جوج كيجيو هايدا واللومباراج مزيون الصراحه الله. وشحال هادي كنا كنعملو مع داتشين وحده بخمسة د الأورو إلا كتعقلو البنات، بنات ديال أوروبا ماشي هاد المغرب، المغرب كانو غير بجوج د الأورو أولا جوج د الأورو خمسين باش كانو كيتركبو. كيجيو على هاد الشكل هايدا صراحة، هاد لادو مزيونين كيصدقو ننصحكم بيهم. هنايا البنات شريت هاد اللعيبات هادو، معرفتش كيفاش عايزتقو صراحة الله. هنا كيف ما كتشوف معايا بغيت نعمل الحلوى ديال التمر، وقف يدك البنات. هادي بغيت الحلوى ديال التمر اولا المقرط، قلت ان شاء الله غادي نعمل شي حاجه ديال المقرط. كيف ما كتشوفوا معايا الطبع واحد، ها هو كيجيو فيها ست طوابع، كيجيو على هذا الشكل هذا. المهم كيبانوا ما بيهمش، فتشت على هذوك اللي كيكونوا مربعين ما جبرتهمش، اجبرت غير هذو الزواقات ديالهم كيبانوا مزيونين. ايوا ان شاء الله مي جربهم نقول لكم كيفاش كيجيو البنات، حيت اول مره نستعمل شي حاجه بحال هكذا الصراحه. المهم قلت تواضع البنات. المهم انا هنايا المهم هادي ما عرفتيش شنو هنايا. المهم لومباراج، المهم كتجيب لومباراج مزيان، هادشي اللي كيعجبكم فيهم. شوفوا شنو هنايا، ايوا البنات الهلال ديال رمضان بالحق صغيور بزاف البنات، صغير بزاف الصراحه الله. المهم مزيون اللون ذهبي كيف ما شفتوا معايا، غير هو شويه صغير الصراحه الله. المهم كيجي على هذا الشكل هذا. ايوا حنايا البنات جبنا اليوميه ديال رمضان وجبنا حتى الهلال هو هذا. ايوا الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي الحبيب. هنايا هنايا انا كنت عايشه الفوانيس وجبرتهم تقادوا، ديك الفوانيس اللي كيجيو صغارين هيدا كيتعلقوا، وجبرتهم تقادوا طلبت غير هذا الهلال هادو. كيف ما كتشوفو معايا جاو على هاد الشكل هاكا، كتجي مكسوخة البنات. المهم الفيديو عيجي فيه شوية تخرشيشة البنات على حساب على حساب الميكات أولا البولسات كيف ما شفتو معايا. المهم هادشي جاني بشي شكل. المهم أنا نفتح معاكم،
الحاجه الوحيده اللي كتعجبني انا في شيئين او لا في شيء هي البنات ما كيتعطلوش في ان بيو. المهم هذه واقيله فيها شي مترو ولا مترو ونص، شي حاجه بحال هكا صغيره ماشي شي حاجه كبيره. وهادوما كيتقلعوا كيتردوا. هما هنايا كيجيو البنات ملصقين بديك اللصق ديال الشمع ديال الضو، وهنايا هادو جاوا مرخوفين يعني دعملوا شويه الشمع عليهم ويرجعوا موطهم كيف كانوا. واش خدامين ولا لا ما نعرف البنات. المهم هادو ساعه نلصقو هادو اللي جاوا مفسوخين من بعضيتهم كيف ما شفتوا معايا. انا غادي نركبهم ساعه نلصقو ماشي مشكل. ها هما كيطيحوا بوحديتهم. المهم هادو ما بيهمش ماشي شي حاجه بيرو بوينو. هنايا انا جبرتوني وجدت هنايا الحجر المهم خدامين هادي كيفاش كتركب. ها هي ها هي البنات. المهم كيجيو على الشكل هذا الضو صفر ماشي الضو ابيض. وهادو ما ساعه خصني نلصقو. المهم ما بيهمش هادو ما بيهمش البنات 5/10 هما وهادو هادو ما وهادو ما 5/10 لان هادي جات صغيره بزاف. وهادي البنات نتوما شفتو كاملين مقلوعين خصهم عاد يتلصقو. المهم هادي عجبتني بزاف هاديك جات مزيونه. هادي نقدر نعمل هنا واحد الشميعه اللي كتشعل هيدا وكتجي هنايا هيدا. المهم ديبانيو بيها ما عندناش شي خيار اخر. دابا هنايا نشارك معكم هذه البلانطة وهذه الحبقة. هذه كتجي على الشكل هذا كتجي هنا عندها تصبوخة هذه في الكحل هيدا. نسوي البلصات هنايا وهذه وهذه البنات كتجي هايدا كتشبرو كتعملوها هنايا وصافي. هذه مزيونه بزاف هذه عجبتني انا يمكنكم تعملوها في كوزينه في الدراسه في ما عجبكم. هذه عجبتني كانت الثمن ديالها 4 الاورو مع كوبونيس مع شحال هاد بونتوس مجموعين جات ب شي 3 الاورو شي حاجه البنات. المهم عجبتني مزيونه هذه عجبتني. المهم وهنايا طلبت هادو ديال الحنه كيف ما شفتوا معايا هاد اللصاقات هادو هما كاتبين كاينين جوج في اخر. انا غادي نشوف فتحها معاكم نشوف واش دبست واحد البنات كيجيو فيهم جوج ولا لا. ايوا على الله يكونوا فيهم جوج ما يكونوش غير وحده. البنات فيها جوج هنا كيف ما شفتوا معايا كيجيو جوج في البولصه كيجيو على هذا الشكل هذا كاين زواقه هذه وهاد الزواقه هذه. المهم زوني الصراحه الله عجبوني. هادو كانوا بشي اورو واقيله ولا شي اورو 50 المهم كانوا شي اورو 50. المهم انا طلبت جوج هادي فيها جوج وهادي فيها جوج يعني هما اربعه. المهم هادو طلبتهم. هنايا طلبت واحد الحاجه غادي تموتوا عليها بالضحك فانا تفاجات بيها هي هادي المشطه هادي البنات. كيف ما شفتو معايا صراحه الله اورو 50 البنات في التصاور كانت كتبان كبيره على هايدا. هادي جاتني صغيره بحال شي مشطه شي مونيكوس انتما كتشوفوا. المهم ننصحكم بيها 3/10 البنات. المهم ماشي شي حاجه صراحه الله نكون معكم صريحه كيف ما قلت لكم نشارك معكم الحاجه ونقول لكم رايي بكل صراحه فيها كيفاش جات. هنايا طلبت واحد الفوندو ديال التليفون كتجي على الشكل هذا. هادي مزيونة كتجي بالعلاقة بغيتو عملو لها العلاقة بغيتو لا كتجي على الشكل هذا. المهم في البيض هادي انا عجبتني 10/10. هنايا هادو من منيكشات البنات البنيكات كيجيو على هاد الشكل هدا فيهم كبارين ومواسطين وصغارين. المهم الاولانيين والثانيين والثالثين والرابعين كيجيو مزيونين. هنايا عندهم الشد ديالهم. المهم هدا البنيتات نتوما كتعرفو البنات كيعجبهم يبدلو ويعاودو. هنايا طلبت هادي هادي بنتي فسخاتها من البولصة كيف ما شفتو معايا هادي مزيونة مساخين هدا الشعار ولا. المهم
هادي مزيونه. المهم كيف ما قلت لكم الثمن ديالها شي اورو 50 فيهم اللوانات. المهم هادشي كامل كيكون فيه اللوانات نتوما كتخسروا. هنايا هادي هي قطعوها صافي كتجي هايده. تشوفوا البنات الطريقه ديال لومباراج كيفاش كتجي. كتجي هادي هي كتكون على هاد الطريقه تعيده باش ما كيوقع لا والو. وهنايا كتجي هايده مزيره فتحه معاكم. هادي ديال المساج ديال الوجه كنت شفتهم كيتباعوا في اكسيون بالحق. ما عجبوني شي ما عجبتني شي بهادي هنايا عندها بحال لي حرشه اللي شفتها في اكسيون كتجي بحال لي فيها شي المهم ما عرفتش كيفاش نسميها لكم. هادي انا بغيتها هايدا بهادي رقيقه وهادي اللي كبيره وحتى بهادي ديال الوجه عاوتاني كيف ما شفتوا معايا سمو. المهم هادي عجبتني 10 على 10 صراحه ضلا مزيونه. هنايا المهم جبد هادشي كامل باش تشوفوا شنو اللي باقي هنا. هنايا البنات هاد اللصاقات هادو ديال الضفرين وهنايا هادو الضفرين ديال البنات. صراحة هاد لانا ما كيعجبونيش نتوما كتعرفوا البنات كيبغيو يجربوا كلشي ايوا كنعملوا الخاطر شي شويه واخا انا ضد هاد الضفرين ما كيعجبونيش الصراحه هاد الله. هادو من اللصاقات وهادو من اللصاقه عاوتاني. المهم نتوما كتعرفوا البنات دابا كيعجبهم يجربوا كلش. المهم يجربوا حتى هما حقهم. كل واحد الايام شني كاد شني كتعطيه. هنا البنات هادي جات هايدا عاوتاني في اللومباراج كيف ما شفتوا معايا. هادي واحد الساعه اول مره باش نطلب شي حاجه بحال هايدا من الشيئين. شوفوا معايا كيفاش كتجي مزيونه البنات. المهم ساعه نشوفوها واش خدامه ولا لا حيت خصني نحيد لها هادي ونشوف واش فيها الحجره. المهم كتبان مزيونه الصراحه هاد الله كيوت حلوه مزيونه. نديرها المطعم هنايا نشارك معكم هادو مع عاوتاني. المهم الصراحه هاد الله هنايا اول مره باش نطلب شي حاجه يعني ديال الانوكس اولا شي حاجه بحال السوايع عايده من شيئين عمري ما طلبتهم. هنايا هاد كتجي بحال كورميطه هايده صغيره كيف ما شفتوا معايا كتجي مزيونه. المهم كتبان مزيونه ديال اينوكس هادي ماشي اينوكس اينوكس اولي اينوكس زعما الطنجره. المهم البنات ديال اينوكس اولي وكتجي عاوتاني مع هاد المقفله هادي صغيره عاود ايوا على الله يجاو قادي. كنت واحد المره كنت شريت بحال هايدا وجاوني كانوا جاوني كبارين. المهم هادي جات بحال هايدا كيف ما كتشوفوا معايا وكتجي معايا هادي كتجي فحال كورميطه فتحها معاكم هادي تاع هايدا. المهم كتبان مزيونه الصراحه وما بيهاش الثمن ديالو ماشي شي ثمن غالي الصراحه ضلا ما بيهمش. المهم كتجي هادي وهادي زعما ما كيكحالوش زعما. المهم مكتوبه من تحت منهم كتكون اينوكس وبلي. المهم ما عرفتش واش قلت هيدا ولا لا. بنات هنايا غادي نشارك معكم حتى هادي كنت شريتها من المغرب كنت جبتها معايا في الصيف كيف ما كتشوفوا معايا. جات بهاد الزخرفه هادي اللي هي بلديه ديالنا ديال المغرب صراحه هاد لا كتعجبتني بزاف. كنت شريتها بشي 8 الاورو 80 درهم. كنت بغيت نشريها من شيئين مي خفت عندك تزرف عندك يصدقوا ستيتوي بحال هاد الهلال هو طاح بوحدو. والله الا البنات خفت نتزرف عندك يصدق بحال هذا لان يعني شحال من البنات شفت انا في التعاليق شراو هذه ديال المصحف الكريم وسقط لهم صغيره بحال هاد الهلال هذا. المهم انا هذه عجبتني بزاف قلت نشاركها معكم ما كاين ما حسن وكنصحكم كنصح بها الصراحه الله. اي وحده تكون عندها بحال هذه في الدار احسن حاجه تمي كتكون كتقرا القران شي حاجه اللي هي كبيره وعظيمه الصراحه الله احسن حاجه هي هذه والله البنات. المهم هذه انا شاركتها معكم كتعجبني بزاف وشريتها. هنايا كيف ما شفتوا معايا هذه هي بنتي قالت لي عملتيها مقلوبه حيت هي كتصورني. المهم هاد الهلال بوبري كيطيح غير بوحدو البنات هانتوما. هنا كيف ما شفتوا معايا كتجي على الشكل هذا حتى قالت لي بنتي قالت لي عملتيها مقلوبه ماما. وهذه هي هذه ما فيها والو كتجي على الشكل هذا. وهذه حتى هي مفتحه معكم مركبه معكم
مهم هنايا بحال هاد جات عماله بحال حرف افي. مهم بشويه باش ما تهرشي عندك نصدقوني ديني حب ملوك. مهم البنات صغي بشويه باش ما تهرشي باش جبر عاوتاني موطا. مهم احنا فتحنا نشوف معاكم البنات هادي كتجي فحال هايدا. واخيرا عدلت انا وبنتي كيف ما شفتوا معايا باش هنايا نهار يكون واحد في رمضان ان شاء الله كتعملوا هايدا رقم واحد فهمتوا. المهم هاد واحد يقدر يبالكم بالمقلوب انتم عارفين. المهم هنا يجي ويجي في المثال رقم ثلاثة. المهم الحاجة الوحيدة اللي عجبتني هي هادي ها هي 13 غتبقاو بالمقلوبة البنات. حيت التصوير هذا حالو. المهم هادو معجبوني بزاف كيف ما شفتو معايا كيجيو الصراحة الله واعرين مزيونين. وهنايا البنات جبرتوني قلت يلا باش نعملكم هنايا التتمة ديال الفيديو كيف ما شفتو معايا كنت باش نعمل هنايا واحد الفوطو هو يدوق عليا يكون ريو يلا دق عليا نزل ليا البيتي دوق قبيلة تيجا واحد ودابا واحد. المهم انا فتحو معاكم انا عارفه شني هنايا حتى انا اللي طلبت. المهم انا غادي نشوف شني كيفاش جات باش نعطيكم حتى انا رايي هنا بكل صراحه. المهم ميكا اولا بولصه اكثر من ياخر هذه ديال فريدورا كيف ما شفتو معايا بالحق كتبان صغير. المهم الكاليتي ديالها كيبان مزيان كيف ما شفتو معايا البنات. المهم القياس انا ديت القياس ام ما ديتش ال هما كاين الام والال والاس. مهم انا هنايا هي ديال القلايه الهوائيه كيف ما شفتوا معايا. المهم هي كتبان بحال اللي جات ناقصه شويه هذه انا ديت الام يعني في الاول قبل ما نشري هي قيست من هنا لهنا يعني الام جاتني واقيلا فيها 16 ولا ما عرفتش حاجه فحال هكا البنات. المهم ها هي كيف جات ما بيهاش. المهم كيبان هادشي فشي شكل. المهم على حسب والله الا فشي شكل البنات بحال تقول شي قشاوه شي حاجه. المهم ماشي شي حاجه غير هي باش ما كتحافظ زعما على القلايه الهوائيه باش ما كترزاش ولا على حساب الفريدوره بيرو بوينو جاتني بحال صغيره شويه ما عرفتش واش كتكون هايده ولا لا. المهم عطيوها التنقيط 7/10. المهم هادشي اللي كاين البنات غادي ندوز معكم الاخر ديال الفيديو كيف ما شفتوا معايا انا عوضت هاد الكاليندريو اولا اليوميه ديال رمضان هنايا هاد الارقام كيف ما شفتوا معايا كل نهار كتعملوا الرقم ديالو خليو وليداتكم هما اللي يعملوهم حتى هما يفرحوا لان هادشي كامل على وليداتنا كنبغيوهم حتى هما نفرحوهم. المهم شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي غنقولوا غاليه بزاف ولا شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يطلبوهم من اليكسبريس كيطلبوهم غير اليكسبريس كيتعطلوا واحد شويه ما كيصيفطوش دغيا العكس ديال شين. شين دغيا الصراحه الله كيصيفطوا البيديدو ديالكم اولا المشتريات ديالكم كيف ما شفتوا معايا هنايا كيف ما شفتوا معايا كلشي مقلوب هنايا اولا كلشي نزل هنايا بحال شي جوطيه. المهم البنات كان هذا هو لا فيديو اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى الفيديو اليوم الى الاستحسانكم لاول مره كيشوف قناتي كنقولكم معكم انصاف شانيل الى عجبتكم قناتي وعجبكم المحتوى ديالي بطبيعه الحال كنتمنى تدعموا لي باللايكات والتعاليق المزيونه ديالكم بالبارطاج بطبيعه الحال باش هاد القناه الصغيره تولي كبيره ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالفضل ديالكم. هنايا غادي نخليكم كنقولكم شكرا لكم على المشاهده وعلى المتابعه وبسلامة عليكم انطلقوا فيديو اخر ان شاء الله. بسلامة عليكم.